عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. ننطلق أعزائي التلاميذ من جديد في دروس السنة الرابعة متوسط في نشاط 2 إظهار الدعامة البنيوية للاتصال العصبي. في هذا النشاط أعزائي التلاميذ سنتطرق إلى مكونات الجهاز العصبي. مكون من جزئين: الجهاز العصبي المركزي وهو عبارة عن مراكز عصبية، وجهاز عصبي محيطي وهي الأعصاب المحيطية. إذن تتمثل المراكز العصبية في الدماغ والنخاع الشوكي، حيث أن الدماغ يتكون من المخ الجزء الأكبر، المخيخ، والبصلة السيسائية، بينما يتكون النخاع الشوكي من مادتين، مادة رمادية ومادة بيضاء. المخ أيضا سنلاحظ أنه يتكون من مادتين، مادة رمادية ومادة بيضاء. النخاع الشوكي هو هذا الحبل الطويل الذي يمتد في تجويف العمود الفقري. الجهاز العصبي المحيطي هو عبارة عن أعصاب، هناك أعصاب قحفية تكون مرتبطة بالدماغ، لاحظوا معي عددها 12 زوج. أما الأعصاب الشوكية فهي كلها أعصاب شوكية عددها 31 زوج، وأكيد أنها تكون مرتبطة بالنخاع الشوكي. التعليمات: حدد موقع كل من المادتين البيضاء والرمادية في كل من الدماغ والنخاع الشوكي. إذا عند إجراء مقطع عرضي في كل من الدماغ والنخاع الشوكي، نلاحظ أن المادة الرمادية تقع في محيط الدماغ وفي وسط النخاع الشوكي، أما المادة البيضاء فهي تقع في وسط الدماغ وفي محيط النخاع الشوكي. سأعيد: بالنسبة للدماغ، المادة الرمادية تقع في المحيط والمادة البيضاء في المركز، أما بالنسبة للنخاع الشوكي فالمادة الرمادية في المركز والمادة البيضاء في المحيط. لإظهار الارتباط العضو بين المستقبل الحسي والمراكز العصبي، نأخذ مثلا التنبيه. سننبه، لاحظوا معي هناك تنبيه اللي هو عبارة عن شمس أو ضوء. ماذا حدث؟ العضو الحسي اللي هي العين استقبلت التنبيه ثم أرسلت، لاحظوا معي هنا، أرسلت رسالة عصبية عن طريق العصب البصري إلى المركز العصبي ساحة الرؤية. الآن سؤال مطروح: ما هي بنية العصب؟ لاحظوا معي، سنقرب جيدا. إذا العصب يتكون من أوعية دموية، نسيج دم، نسيج الدم ها هو، هوليك نسيج الدم هنا راح يكون في الوسط. لدينا مجموعة من الحزم، هذه الحزم تحتوي على ألياف عصبية، لو قربنا واحد فيهم أو لو استخرجنا ليف عصبي من هذه الحزم نجد أنه يتكون من محور أسطواني، عفوا، ومن الخارج النخاعين أو غمد النخاعين. السؤال المطروح: صف بنية العصب ثم حدد الأعضاء الفاعلة في الإحساس. إذن يتكون العصب من ألياف عصبية أو مجموعة من الحزم تحتوي على ألياف عصبية، وهي تجتمع تشبه الناقل الهاتفي، يضمها نسيج دم غني بالشعيرات الدموية مسؤولة عن نقل الرسالة العصبية. ما هي الأعضاء المتدخلة في الفعل ولا في الحس الشعوري؟ لدينا مستقبل حسي الذي يستقبل التنبيهات، مثلا راح يستقبل الضوء، راح يستقبل الصوت إلى آخره. الناقل الحسي هو الذي ينقل الرسالة العصبية الحسية اللي اسمها جابدة من المستقبل الحسي إلى المركز العصبي. وأخيرا المركز العصبي هو معالجة الرسالة العصبية وترجمتها إلى إحساس. سألخص ذلك وفق مخطط: المنبه مستقبل حسي اللي راح يستقبل الرسالة العصبية، ينقلها عبر عصب حسي إلى المركز العصبي الذي دوره هو معالجة الرسالة العصبية وترجمتها إلى إحساس. وبهذا نصل أعزائي التلاميذ إلى نهاية النشاط المقرر في هذه الحصة، نلتقي في الحصة القادمة بإذن الله. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتابعة.